في تصريح خاص لمركز الأخبار أعلن فضيلة الدكتور فريد بن يعقوب المفتاح وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن فعاليات وبرامج متنوعة ستقام في شهر الفضيل بمحافظات المملكة كافة. فقد أعدت برامج متنوعة في الوعظ والإرشاد، وأعدت برامج في مجال القرآن الكريم لإحياء جوامع ومساجد المملكة بقراءة القرآن وختم القرآن الكريم بأصوات متقنين من حفظة الكتاب الكريم من البحرينيين الشباب الذين نالوا مراكز متقدمة في مسابقات القرآن الكريم. هؤلاء سينتشرون إن شاء الله في جوامع ومساجد البحرين لقراءة القرآن وختم القرآن الكريم بأصواتهم الجميلة بحسب المقامات. أيضا هناك يعني برامج وعظية سيحييها ما يقارب من 200 واعظ من المشايخ الذين سيحيون أيضا المساجد بدروسهم ومحاضراتهم. صح المفتاح أن الوزارة تتطلع إلى تحقيق نقلة نوعية في البرامج، لا سيما من خلال استثمار مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت للوصول إلى أفراد المجتمع في أماكنهم، حيث تطلق الشؤون الإسلامية برنامج معكم مباشرة على موقع إنستغرام، وبرنامج يستفتونك، ومسابقة صوتك جميل للأطفال. كما سيتم نشر حلقات البرنامج الديني سحاب الثقال التلفزيوني عبر موقع يوتيوب. هناك عدد من المشايخ الذين لهم شهرة في وسائل التواصل الاجتماعي، سيكون هناك تواصل مباشر من قبل الأفراد أو من قبل المجموعات من الأفراد الذين يريدون التواصل معهم لاستفتائهم أو لسماع محاضراتهم وهم في أماكنهم من غير أن يحضروا إلى يعني أماكن معينة. وهذا من يعني ما سعت إليه الشؤون الإسلامية لكي تسهل موضوع الإرشاد والتثقيف في هذا المجال، كما أنها سخرت هذه التكنولوجيا الحديثة في مجال القرآن الكريم وما مسابقة القارئ العالمي عنا ببعيد. وأشار وكيل الشؤون الإسلامية والأوقاف أن الوزارة ستنظم الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم في دورتها 24، إلى جانب احتفال الوزارة الخطابي السنوي بمناسبة ليلة القدر وتكريم أصحاب الإنجازات القرآنية في المسابقات الدولية وتكريم ضيوف المملكة من القراء والوعاظ. الحفل الختامي لجائزة البحرين الكبرى لختم القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم، والتي تحظى برعاية سامية من لدن جلالة الملك المفدى حفظه الله تعالى ورعاه. أيضا هناك الحفل السنوي الذي يحدث في ليلة القدر، وسيتم فيه تكريم عدد ما يقل لا يزيد عن 70 من القراء المتقنين الذين نالوا مراكز متقدمة، وتشرفت البحرين بأنهم حازوا على هذه المراكز في المسابقات العالمية. سيتم الاحتفاء به وتكريمهم في هذا المجال.